تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. واحد رحيل الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، رحل عن عالمنا اليوم الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري الكبير، ولد في المنوفية عام 1930. دكتور يحيى الجمل تولى مناصب عديدة، كان وزير في عهد الرئيس السادات ونائب رئيس وزراء بعد ثورة 25 يناير. دكتور يحيى الجمل عنده مؤلفات مهمة في الفقه الدستوري، وقام بدور وطني مهم سنوات طويلة في عصور الرئيس عبد الناصر وما بعد ذلك. كان ضيفا على الطبعة الأولى قبل سنوات، نعزيه لعائلته ولمحبيه. حتى قلت لنا المعادلة البسيطة لنجاح وتقدم الهند اللي هو الديمقراطية والعلم. الديمقراطية مسارها واضح، العلم في عهد الرئيس عبد الناصر كان فيه اهتمام بالصناعة أساسا، بالتنمية الصناعية، وكان فيه اهتمام بالعلم. يعني مثلا المدارس، الجامعات، التعليم، كان فيه اهتمام بالعلم، لكن أيضا ضرب العلماء. يعني في 56 أو في 54 ولا 55، يعني في أيام الأولى للثورة، فصل عدد من علماء مصر من جامعة القاهرة ومن جامعة اسكندرية. إنما كان في ذلك الوقت، يعني فترة عبد الناصر تتميز بالجدية، فترة جادة في كل مناحي الحياة، كانت جادة في التصنيع، جادة في التعليم، جادة في فتح المدارس، جادة في محاسبة الناس، جادة. يعني عبد الناصر كان منحازا للناس. اثنين، الرئيس ترامب يغلق الباب على محاكمته. قلت لحضراتكم قبل كده ان اول رئيس دونالد ترامب ما وصل الى السلطة وفي محاولات مهمة جدا وجادة لاسقاطه، وجزء او احد طرق اسقاط الرئيس ترامب هو الطريق القانوني. والطريق القانوني وجد في المشاكل اللي كانت في جامعة ترامب مدخل رئيسي لإدانة الرئيس وإسقاط حكمه، لكن الرئيس ترامب قدر يتصرف بمهارة في هذا الملف، وقدر يوصل لتسوية مع الدعاوى القضائية اللي على جامعة ترامب، ودفع مبلغ بسيط 25 مليون دولار وأنهى هذا الخلاف مع الطلاب اللي كانوا رفعوا دعاوى إلى جامعة ترامب، وده يعزز بقاء الرئيس ترامب في السلطة بدون مشاكل قانونية أو دعاوى جادة. ثلاثة، ترامب يشكل البيت الأبيض في ملعب جولف. الرئيس ترامب قضى أجازة نهاية الأسبوع في ملعب جولف بيحمل اسمه، دلوقتي بيفكر في اسم وزير الخارجية، ده الجدل الرئيسي اللي موجود هناك. في كلام على السفير جون بولتون اللي كان سفير أمريكا في الأمم المتحدة وهو صديق لإسرائيل، في كلام على المرشح الرئاسي ميت رومني اللي هو فشل قبل كده في سباق الرئاسة قدام الرئيس باراك أوباما. السياسة هي السياسة، لو نشوف ميت رومني قال إيه على ترامب وترامب قال إيه على رومني، تقول الناس دول لو اتقابلوا مرة تانية محدش هيسلم على التاني. ترامب وصفه بالفشل، وإن أدار أسوأ انتخابات في تاريخ أمريكا، وإنه لم يكن يستحق أن يخوض الانتخابات من الأصل. ده كلام ترامب على ميت رومني. ميت رومني قال على ترامب إن هو محتال بمعنى نصاب، وإن هو كذاب، وإن هو عنصري. فتخيل بقى بعد كل هذا الكلام إن ميت رومني يقول على الرئيس ترامب إن هو كذاب وعنصري ونصاب، والرئيس ترامب يقول عليه ان هو اسوأ مرشح وادار اسوأ حملة وما كانش يستحق اصلا ان يخش الانتخابات، ومع ذلك جلس في ملعب الجولف يستمع ترامب الى ميت رومني الذي اصبح مرشحا لوزارة الخارجية. هي دي السياسة، باستمرار في تقلبات، باستمرار في تحولات، باستمرار في مصالح، باستمرار يمكن اغلاق اي صفحة وبدء صفحة جديدة. الرئيس ترامب أثار الاهتمام أن ملعب الجولف اللي اجتمع فيه مع ميت رومني وآخرين اسمه ملعب ترامب، يعني أيضا يحمل اسم ترامب، وبالتالي المشهد كله كان لافت للانتباه، لأن الرئيس ترامب قعد مع جزء من حملة ترامب ومع كبار المسؤولين في شركات ترامب،
في مكتب ترامب، في برج ترامب، نزلوا ركبوا طيارة ترامب، وصلوا إلى ملعب جولف ترامب علشان يجتمعوا من أجل تعزيز الأسماء المرشحة للرئاسة ليكونوا إلى جوار الرئيس في البيت الأبيض. وبالتالي اسم ترامب أصبح موجودا مش بس كرئيس، وإنما كل مكونات الإدارة الأمريكية الآن عليها اسم دونالد ترامب. 4. الرئيس السيسي في البرتغال قل إرهابيين ولا تقل مسلحين. الرئيس السيسي وصل إلى البرتغال في زيارة دولة ذات اهتمام كبير جدا في البرتغال وفي وسائل الإعلام المصرية والدولية. البعض بيقول ليه الرئيس في البرتغال؟ 6 أسباب لوجود الرئيس السيسي في البرتغال. نمرة 1، دي أول زيارة للرئيس البرتغالي الجديد، وبالتالي بيكون ليها مكانة خاصة وتعزز بقوة العلاقات بين مصر والبرتغال. نمرة 2، البرتغال طريقنا إلى غرب العالم. البرتغال في موقع استراتيجي مهم، مدخل ومخرج البحر المتوسط، المحيط الأطلسي، الجانب الآخر أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وبالتالي موقع استراتيجي مهم جدا أن تكون لنا هذه الصلة القوية بدولة البرتغال. 3، أمين عام الأمم المتحدة الجديد اللي بعد بان كي مون أنطونيو، ده الأمين العام الجديد للأمم المتحدة برتغالي، وبالتالي أهمية إن احنا يكون لنا علاقة بالبرتغال اللي هي بلد الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، لا سيما وإن مصر دعمت ترشيح أنطونيو لذلك المنصب، ورئيس البرتغال شكر الرئيس السيسي على موقف مصر في دعم أنطونيو لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. 4، في استثمارات برتغالية في مصر. الاستثمارات ديت 5 مليار جنيه، ممكن يكون الرقم أكبر، عشان كده الرئيس دعا المستثمرين البرتغاليين لزيارة مصر والاطلاع على الفرص الواعدة للاستثمار في بلادنا. نمرة 5، في لجنة مشتركة مصرية برتغالية، لكن هذه اللجنة لم تجتمع منذ ثورة يناير، وبالتالي فرصة تجتمع اللجنة المصرية البرتغالية، وتم إعلان تأسيس مجلس الأعمال المصري البرتغالي، وبالتالي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين بين مصر والبرتغال. 6، وأخيرا، ده في إطار عودة القاهرة إلى الساحة الدولية، وإحنا مش موجودين فقط في هذه الزيارة، إنما مصر دلوقتي موجودة بقوة شرقا وغربا، والرحلات الرئاسية عززت بقوة العلاقات الثنائية والدور العالمي للدولة المصرية في إطار الجمهورية الثالثة. الرئيس استضيف من برنامج تلفزيوني في البرتغال، والمذيع كلم الرئيس على اللي بيحصل في سيناء، ووصف الإرهابيين اللي في سيناء بأن هم مسلحين. فالرئيس توقف وقال له ما تقولش مسلحين، لأن دول مش مسلحين ولا متمردين، دول إرهابيين ومتطرفين. الوقفة دي كانت مهمة جدا، لأن كتير جدا من الإعلام الغربي بيصفهم أن هم متمردين كأنها حركة تمرد، وبالتالي لها أهداف سياسية ممكن تبقى منطقية تنتهي إلى حركة انفصالية وما إلى ذلك. كلمة متمردين كلمة مش دقيقة، وكلمة تآمرية على الدولة المصرية وعلى الوطن المصري. وكذلك كلمة مسلحين تنزع عندهم صفة الإرهاب، بالتالي بتخلي الموضوع كله خارج المعركة العالمية ضد الإرهاب. والإعلام الغربي بيبذل جهد في هذا الإطار، في أساتذة جامعة في أمريكا، في كبريات الجامعات، لهم أبحاث وأوراق بحثية في العلوم السياسية في المنطقة، بيقولوا عليهم متمردين، وبعضهم بيقول عليهم مناضلين، وبعضهم بيقول على الإرهابيين في سيناء إن هم باحثين عن الحرية يجب دعمهم. الإعلام الغربي بيشتغل بطريقة فيها قطعا أهداف مغرضة تجاه الدولة المصرية، علشان كده كان مهم هذه الوقفة أن الرئيس يقول للغرب إن دول إرهابيين وليسوا متمردين، ولا هم فقط مجرد مسلحين. خمسة، شنغهاي أخطر منظمة في العالم. منظمة شنغهاي منظمة مهمة جدا في عالم اليوم، لها مستقبل كبير جدا في إدارة عالم اليوم. العالم شرق وغرب، لكن الغرب بيحكم بقوة
منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. ما بقاش العالم شرق وغرب، وإنما غرب يقود وشرق تابع، أو أمريكا تقود وعالم تابع. لكن مؤخرا لقينا أن في جهود كبيرة جدا من روسيا وجهود كبيرة جدا من الصين، أن فيش حاجة اسمها أمريكا تحكم العالم ولا الغرب يحكم العالم ولا عالم أحادي القطبية، وإنما عالم متعدد الأقطاب. في هذا الإطار سنة 96 اتفقت روسيا والصين العملاقتين في شرق العالم ان هم يعملوا منظمة او تكتل للتوازن مع امريكا. ورغم ان التكتل ده غطاء اقتصادي او نشاط اقتصادي بالاساس، الا انه في الواقع بدأ يثير القلق ان يبقى له دور عسكري او دور استراتيجي يوازي الناتو. الناتو في قلق شديد جدا، والناتو بيقول لا، دول بيعملوا ناتو اخر، ناتو اسيوي او ناتو شرقي لمواجهة الناتو الامريكي الاوروبي. الروس والصينيين بيقولوا لا، ده مش ناتو، دي منظمة اقتصادية. لكن لما نشوف تطورات منظمة شنغهاي نلاقي انها فعلا قطب اخر جديد، ونجحت بقوة ان هي تخلي العالم يذهب في طريق تعدد الاقطاب وليس سيطرة قطب واحد اللي هو امريكا. 96 الكبار قعدوا، روسيا والصين، وانضمت 4 دول أخرى. بعد شوية انضمت دول أخرى، أصبحت الآن منظمة شنغهاي فيها أكثر من دولة أو أكثر من دولة خارج القوتين الكبار اللي هم روسيا والصين. بالأساس روسيا والصين زائد دول أسيا الوسطى الاتحاد السوفيتي السابق. دلوقتي بقى في قوة مهمة جداً بتفكر تخش منظمة شنغهاي كعضو. في كلام بقى مستوى درجة حوار، درجة شراكة، عضو مراقب، لكن في النهاية ممكن بعد سنين نلاقي منظمة شنغهاي بتضم هذه الدول. العملاقة الهند وباكستان وإيران ومصر، أقول من الشرق إلى الغرب. تخيل بقى لو 3 دول إسلامية كبرى زي مصر وباكستان وإيران بقوا أعضاء في منظمة شنغهاي. النهاردة الرئيس أردوغان في تركيا قال إنه تركيا زهقت من الوقوف كتير جدا على باب الغرب، وتركيا بقالها 53 سنة قاعدة على الباب مستنية أوروبا تفتح الباب لتركيا علشان تنضم للاتحاد الأوروبي. دلوقتي تركيا بعد 53 سنة فشل مش هتقدر حتى في السنوات القادمة، لأن موضوع الانقلاب وموضوع الإعدامات وما إلى ذلك هيخلي تركيا ما تدخلش الاتحاد الأوروبي. أردوغان بيقول هعمل استفتاء، زي الشعب البريطاني ما قال إنه يطلع من الاتحاد الأوروبي، ممكن الشعب التركي يقول مش عايزين أوروبا، هو بيفكر حاليا في الانضمام إلى منظمة شنغهاي. يبقى الغرب فيه الاتحاد الأوروبي كمنظمة اقتصادية كبرى، وفي حلف الناتو كمنظمة عسكرية كبرى. أوروبا قلقانة من حلف الناتو نفسه، وقلقانة من الأمريكان حتى في ظل أوباما، والقلق زاد مع الرئيس ترامب. هل الرئيس ترامب هيكون منحاز لفكرة حلف الناتو؟ بدأ يقول انه هيقف مع الناتو، لكن واضح انه بيقول الكلام ده بدون قناعة لانه هاجم الناتو قبل كده. ألمانيا وفرنسا الثنائي دول في أوروبا قلقانين من أمريكا، وشايفين حتى لو حصل مشكلة والروس هاجموا أوروبا أمريكا مش هتلحقهم، وأوروبا هتخلص قدام الروس. ففي دولتين كبار بيقودوا أوروبا لإقامة جيش أوروبي، مين؟ ألمانيا وفرنسا. يبقى كده الغرب هيبقى فيه جيش أوروبي من ألمانيا وفرنسا بالأساس، وجيش الناتو أمريكا قائد. خلينا نقول إن جيش أوروبي بقيادة ألمانيا وفرنسا، وجيش الناتو بقيادة أمريكا، والاتحاد الأوروبي اللي مقره بروكسل. يبقى حلفين عسكريين، جيش أوروبي بقيادة ألمانية فرنسية، وجيش غربي اللي هو الناتو بقيادة أمريكية، ومجموعة اقتصادية كبرى مقرها بروكسل الاتحاد الأوروبي. دول 3 تكتلات الغربية. منظمة شنغهاي اللي حاليا أخطر منظمة في العالم، واللي هتقرر كتير جدا من مستقبل العالم، ممكن مع الوقت تتحول إلى حلف عسكري، وبالتالي هيكون الشرق في هذه الحالة تكتل اقتصادي عملاق، وكمان عنده قدرة عسكرية. لو انضمت الهند بكل قوتها، تخيل بقى يبقى الصين وروسيا والهند الثلاثة دول في منظمة شنغهاي، و4 دول مسلمة مهمة
إيران وتركيا ومصر والدولة الرابعة باكستان. لو الأربع دول دول باكستان وإيران وتركيا ومصر زائد التلاتة الكبار اللي هم روسيا والصين وزي ما قلت لحضراتكم الهند، لو تلاتة زائد أربعة زائد دول أخرى بس السبعة دول موجودين، بتتكلم على تكتل كبير جدا جدا. هل مصر ممكن تنضم لشنغهاي؟ مصر عندها رؤية أكثر توازنا، شايفة تنضم إلى شنغهاي بدون ما تكون في تحالف في مواجهة الغرب، إنما مع الوقت هتبقى روسيا والصين والهند في تحالف واضح جدا، ممكن يخلي الكلمة القديمة اللي كان بيقولها مفكر الغرب الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا تبقى جملة صحيحة في المستقبل. في كل الأحوال منظمة شنغهاي اللي هي أخطر منظمة في العالم وضع أسس فكرية مهمة جدا، أبرزها نمرة واحد نهاية سطوة الغرب، نمرة اتنين الشرق شرق والغرب غرب ولا يسمح الشرق ولن يسمح الشرق بأن الغرب يحكم العالم، نمرة تلاتة قوى الشر تلات، تلات قوى شر في العالم منظمة شنغهاي ضدهم، نمرة واحد الإرهاب، اتنين الانفصال، تلاتة التطرف، والحقيقة تحديدهم لمثلث الشر في منتهى الذكاء ومنتهى الأهمية. مثلث الشر بالنسبة لمنظمة شنغهاي الإرهاب هم ضده، التطرف الديني، الانفصال الحركات الانفصالية اللي بتحاول تقسم الدولة الوطنية. فمنظمة شنغهاي بتحمل هذه القيم، العداء لمثلث الشر، منع سطوة الغرب، تعدد في الأقطاب في حكم العالم. العالم الآن يترقب عصر ترامب، منظمة شنغهاي، الجيش الأوروبي، الناتو الجديد، ما الذي سيجري في العالم 2017. انتفاضة الآذان، الله أكبر في كل مكان. إسرائيل منعت الآذان في المسجد الأقصى وبلدات فلسطينية ومساجد فلسطينية، اللجنة التشريعية اللي هي داخل الحكومة أقرت ذلك، الكنيسة بالمصادقة يصبح ده ساري من الناحية القانونية. طبعا في انتفاضة في فلسطين يمكن أن نسميها انتفاضة الآذان، كنائس ومنازل أطلقوا من فوقها الآذان الله أكبر ردا على إسرائيل. نائف الكنيسة أحمد الطيبي أعلن أو رفع الآذان داخل الكنيسة الإسرائيلي. نادي الوحدات مشجعي الفريق أثناء مباراة لكرة القدم أيضا رفعوا الآذان. في البرلمان الأردني رفعوا الآذان. بعض برامج التلفزيونية رفع الآذان. أصبح صوت الله أكبر في كل مكان ردا على إسرائيل، إنها انتفاضة الآذان. ونقدر نشوف ده موجود في أكتر من مكان، مثلا نادي الوحدات زي ما قلت لحضراتكم في ماتش لكرة القدم لقينا كل الجماهير سايبة المباراة وبترفع الآذان الله أكبر. ده المشهد الأول، جمهور نادي الوحدات في الأردن رفع الآذان في المدرجات أثناء مباراة لكرة القدم. المشهد الثاني، النائف الكنيسة الإسرائيلي أحمد الطيبي رفع الآذان أيضا. الكنيسة الإسرائيلي في نواب عرب من عرب 48، من بينهم النائب أحمد الطيبي اللي هاجم ده بكل قوة مستخدما اللغة العربية واللغة العبرية، ثم رفع الآذان في الكنيسة الإسرائيلي لأول مرة. إذا كان المشهد الأول جمهور نادي الوحدات في ملعب أردني ملعب ملك عبدالله لكرة القدم رفع أذان الله أكبر، ونائب الكنيسة العربي أحمد الطيبي رفع الأذان في الكنيسة، فإن أيضا كتير جدا في الكنائس وفي المنازل رفعوا الأذان ردا على منع إسرائيل لرفع الأذان في المسجد الأقصى وبلدات فلسطينية. Thank you.
الله أكبر الله أكبر، حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر. على عهد بناديني على أرض تلاقيني، أنا نهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.